سيدتي اليوم، سرطان القولون تذكيرا وتوعية يتبعه فحص مبكر. كيف نستطيع تحقيق توازن لعجلة الحياة؟ هل شعور الغيرة مرتبط بالحب أكثر أم منه للشك؟ وما هو مفهومه في مجتمعاتنا؟ أهلا بكم في حلقة جديدة أكيد من برنامج سيدتي. للأسف رح نبدأ أخبارنا اليوم مع خبر أنا جدا مستاء منه. يمكن كثير مننا لما نشوف طفل عادي يعنف بنشعر بالأسى وبالحزن وبنشعر أنه ليش كذا، فما بالك لما يكون هذا الطفل من ذوي احتياجات خاصة، خصوصا أنه أهله يكونوا رسلينه للخارج بداعي أنه في إمكانيات أفضل وفي كوادر أحسن وفي مراكز أفضل. فطبعا أنا أتكلم عن الطفل عمر، طبعا تفاعلا مع هاشتاغ كلنا عمر في برنامج سيدتي ما رح يمر عمر مرور الكرام، أكيد رح نسلط الضوء عليه. طبعا أثارت صور الطفل عمر وهو طفل التوحد الذي تعرض للأذى حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ كلنا عمر. نتابع من سيدتي تي في. أيضا قامت والدة عمر عبر تويتر بنشر صورة طفلها وجسده المليء بالرضوض والكدمات، وعبرت عن مطالبتها بأخذ حقه بعد أن تعرض جسمه للكدمات داخل إحدى مراكز الرعاية في الأردن، فيما كلفت سفارة المملكة بعمان محاميها لمتابعة التحقيقات في الشكوى. طبعا يعني أنا ماني عارفة أصلا يعني كيف في أحد يسمح له ضمير أنه يؤذي الطفل بالدرجة الأولى، فما بالك بطفل وأوريدي عنده توحد وأهله مستأمنين وراسلينه للمركز ده. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معي عبر الهاتف والدة عمر. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم. كيف بدأ الموضوع وكيف لاحظتي آثار الكدمات والرضوض وسوء حالة عمر؟ أنا بداية أشكر برنامج سيدتي إنه أتاح لي الفرصة إني أنا أكون معكم على الهواء، وعلى اهتمامكم الشديد جدا بتسليط الضوء على موضوع ولدي، وأتشرف إني أنا أكون مع التيم الرائع. وتصحيح لبعض ما تداوله المغردون في تويتر، أنا لم أجزم إنه ابني تعرض لتعنيف أو تعذيب. أنا حطيت صور طفل، نعم، اللي هو ولدي، وأحط تحته خطين هذا الولد ولدي، وضعته في المركز ولمدة شهرين ونص أنا ما شفته. ورحت استلمته وأنا عندي خبر إنه خبط جبينه فقط، استلمته بالمنظر اللي أنتوا شفتوه. أيوة. فحبيت أشوف ردة فعل الناس، هل خبط جبينه فعلا؟ طيب سيدة داليا، يعني حضرتك بتقولي حطيتي لك شهرين ونص هناك، انت رحتي بالصدفة عشان تزوري ولا هم اتصلوا قالوا لك ترى الولد صار له حادث زي ما بيقولوا انه السخان اتعور في السخان حاجة زي كذا وتعالي شوفي الولد، او انه ترى هذه حالة الولد ادوكي تفصيل؟ لا، هو بدأ الموضوع بطلب من المدير التنفيذي للمركز. طيب. برسالة واتساب. ايوه. اتصلي الان. تمام. فورا اتصل
بلغت تم تبليغي بانه عمر خبط جبينه في الدفايه تبع المركز. نعم. اوكي. طيب ايش كان ردة فعل المركز يا ام عمر؟ إدارة المركز وقت ما عرفوا بالخبر وقت ما تم نقل الخبر لهم أخذ عمر على أقرب عيادة طبية وعملوا له كل اللازم حسب ما قالوا له. بس الصور يا أم عمر ما هي صور طفل خابط، صور طفل تم ضربه ضربه عدة مرات على الوجنتين، يعني الصور لو لاحظتي انه مش في جبهة عمر. والله انا اتحفظ على جواب على هذا يعني التعليق، لانه انا يعني كل غايتي من الموضوع اني انا ابغى اعرف الحقيقه. طيب حتى احنا اكيد نبغى نعرف الحقيقه، نبغى نساعدك انك توصلي للحقيقه، اكيد نبغى نعرف هذه المراكز، مراكز التوحد اللي بيحطوا فيها السعوديين اطفالهم، يعني في كثير سعوديين بيحطوا اطفالهم في امراض التوحد بحكم انه مؤهله واحنا ما عندنا هذه المراكز المؤهله، هل هي مرخص او ريكومندد يعني موصيه من السفاره السعوديه، يعني السفاره تقول لكم هذا المركز ايوه مصرح لي وننصحكم انكم تودوا طفلكم له؟ يعني ليش طلبتوا انه انتم تروحوا تاخذوا عمر برا؟ اول شيء احنا ما نفتقر من المراكز الممتازه، عندنا مراكز جدا ممتازه. طيب لكن دائما اي انسان عنده شخص مريض بيدور له العلاج الافضل لو في اخر العالم. صحيح. صح ولا لا؟ صح. والكل كان بينصحني انه دوري افضل علاج واسرع علاج، دائما بيكون الاسرع مع اللي عندهم خبره سنوات في هذا المجال. صح. فحسب النصائح وحسب الاقوال اللي انقالت له من دكاتره ومن اقارب ومن اهل انا بديت يعني احاول اني انا افكر في دي الفكره رغم اني كنت رافضتها جدا. صحيح. لكن يعني ما حبيت اني انا اكون متمسكه برايي لاخر وقت، يعني حبيت اني انا برضو اجرب التجربه اللي بينصحوني بيها. والمراكز اللي في الاردن كلها يعني معتمده من الملحقيه، انا اول ما نزلت من الطياره رحنا على الملحقيه اخذنا لسه كامله باسماء كثير. حلو. احنا اخترنا مراكز على حسب ما سمعنا وعلى حسب ما عرفنا من الملحقيه ومن الوسط المحيط احنا فيه انه هذه المراكز كويسه. بس أكيد إنه كل المعتمد حيكون ممتاز. طيب سيدة داليا، أنت قلتي إنه المركز أرسلوا لك رسالة واتساب إنه تكلمين ضروري وكلمتيهم وقالوا لك إنه إحنا أخذنا عمر برا عشان نكشف عليه بعد ما اصطدم بالسخان زي ما بيقولوا. تمام. المركز ده هو مركز مهيأ لأطفال التوحد، مو المفروض إنه أصلاً أوريدي يكون عندهم عيادات ودكاترة مختصين يشرفوا على حالة الأطفال هدول فيما لو حصل لهم حادث زي كده؟ ليش ياخذوه برة المركز؟ والله يا عزيزي انا اترك برضه هذا الجواب للقضاء الاردني، يعني انا قضيتي موجوده عند القضاء الاردني وانا احترم القضاء جدا وانتظر. طبعا كلنا نحترمه، بس برضه في اشياء غريبه بتصير سيده داليا، يعني مركز زي كده مهيئ يعني جاهز للاشياء الاضطراريه والطارئه، المفروض يكون عندهم طبيب اوريدي يشرف على حاله الاطفال 24 ساعه. لا هم عندهم دكتور بيتابع الاطفال، قالوا لي انه هذا الدكتور بيفحص الاطفال اكثر من مره لانه يعني كثير اطفال عندهم ما بيتكلموا. صح. فبيفحص وبياخذ الاجراءات الاوليه في حال انه اضطر الموضوع انهم يخرجوا برا فبيروح. سيده داليا ذكرت انك انت تثقي بالقضاء الاردني، حضرتك اوريدي لجاتي الى القضاء في قضيه عمر؟ طبعا انا رفعت القضيه للقضاء الاردني، السفاره رفعت لي قضيه عمر، اشكرها شكر خاص عبر برنامجكم لتعاونهم الشديد معنا وتعاطفهم على عمر واستقبالهم لينا واحتوائهم عمر. اخذوا القضيه حولونا على يعني قالوا لنا الخطوات الاساسيه ساعدونا فيها وحولونا على القضاء وحتى المحامي اللي ماسك القضيه من عندهم. تمام. يعني يا ست داليا احنا نتمنى كل التوفيق في كشف ملابسات قضية عمر، وزي ما انت حابة تعرف الحقيقة اكيد احنا حابين نعرف الحقيقة، لكن استفسار بسيط، عمر دحين معاكي؟
عمر موجودة الحمد لله معايا. الحمد لله على سلامته، الله يخلي لك. هو شكرا. الله يسلمك يا رب يسلمك. أشكركم كلكم عزيزاتي، وأشكر كل الناس اللي دعموني في تويتر وفي الوسط اللي أنا موجودة فيه. وصراحة يعني لو جيت أشكركم من اليوم ألين آخر عمري ما حاولتكم بقدركم. ولا يهمك يا أم عمر، شاكرين ومقدرين مداخلتك معنا. طبعا يعني في أطفال توحد تقدر تسأليهم ويتكلموا ويقدروا يردوا عليك، بس في أطفال توحد يمكن عمر عنده توحد شديد، اضطراب في التوحد شديد، ما هيقدر أنه يعبر إيش صار له إيش ما حصل معاه. لكن إحنا طبعا هناخذ عبر الهاتف أستاذ عبد السلام العنزي، المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد السلام. يا أهلا وسهلا فيكم فوات الكريمات، وشاكر لكم هذه الاستضافة، وأيضا أشكر الأخت اللي تقدمت، أخت داليا اللي تقدمت بشكرة للسفارة ولأعضاء السفارة على ما قاموا من جهود حقيقة في رعاية ابننا عمر، يعني اللي لجوا هم إلى في لمساعدتهم حقيقة في يعني كشف ملابسات القضية. نعم نعم، كشف ملابسات القضية. لا الآن القضية أختي الكريمة منظورة لدى القضاء الأردني حقيقة. هم قدموا لنا يعني في تاريخ 1/3/2018 يوم الخميس، يعني باعتقادهم بالأخ بالإهمال من المركز المعني في الرعاية الخاصة لطفل عمر. وأيضا السفارة في نفس الوقت قام بالتواصل مع المحامي، وأيضا بعد الحصول على التقرير الطبي ثم في بداية يوم الأحد اللي هو 4/3 لجأنا إلى طبعا إلى المحكمة لتقديم دعوة ضد المركز للرعاية، المركز الخليجي الدولي للرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أحب أوضح أيضا أن يعني السفارة الحمد لله يعني قامت بكامل دورها تجاه ابنها ومواطنها. تعرفين إحنا القيادة في المملكة على رأس سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وأيضا سمو السفير، الكل هنا المواطن هو الاهتمام الأول للسفارة. أكيد. المواطن نعم، السفارة هي بيت المواطن، العاملون في السفارة جميعا هم في خدمة المواطن، اهتمامنا الأول هو المواطن. فعمر هو ابننا ومن اهتمامنا. القضية أختي الكريمة الآن منظورة لدى القضاء، وسيحكم إن شاء الله فيها في القاضي، استمع لجميع الأطراف، استمع إلى المشرفين في المركز وإلى مدير المركز وإلى يعني أقوال والد عمر. أستاذ عبد السلام، قلنا في الخبر إنه السفارة كلفت محامي السفارة بمتابعة القضية أو ملابسات القضية. لسه ما نعرف هو هل هي قضية إهمال، هل هي قضية تعنيف، لسه ما عندنا خبر. المحامي ما طلع بنتيجة معينة. أختي الكريمة أنا أقول أنا أفضل عدم الخوض في التفاصيل، لأن هذه الآن قضية منظورة لدى القضاء الأردني، وقضاء الأردني يعني قضاء نزيه وقضاء كبير نحترمه ونقدره، وهذه من إجراءات الدولة المضيفة لا نتدخل فيها، لكن يعني نتحدث بما يخص جانبنا وهو جانب تقديم الخدمة والرعاية والوقوف في جانب المواطن، فهذا دورنا. لكن بالنسبة بما يخص هل هي قضية تعنيف أو قضية إهمال، هذا يترك للقضاء أختي الكريمة. أكيد. هو القاضي هو من يحدد ذلك بعد الاستماع لأقوال الشهود والمعنيين والاستماع إلى يعني أيضا هناك كاميرات في المركز. أكيد. ويعني وأقوال والد عمر. فبإذن الله إن شاء الله في 20 مارس إن شاء الله القادم بإذن الله سيتم النطق في الحكم في هذه القضية، وسنوفي الجميع إن شاء الله بكافة التفاصيل بعد الحكم. سواء كان إهمال أو كان تعنيف، حق الطفل هذا لازم يرجع، أهله بيطالبوا. نعم نعم، احنا مع المواطن قلبا وقالبا، مع ابننا عمر فيما حصل له نقف بجانب. هذه توجيهات سمو السفير على ان نكون الوقوف بجانبه، وعلى ان نكون نعرف ادق التفاصيل عن الحادثه. سمو السفير مهتم بهذه القضيه اهتمام كبير حقيقه، وجلسنا مع المحامي وهناك تفاصيل لا نستطيع الافصاح فيها، لانها يعني تعرفين الان القضيه منظوره لدى القضاء الأردني. نعم. يعني احنا ننتظر كلمه القضاء الان. نعم، القضاء في 20 مارس ان شاء الله سوف يقول كلمته في هذه القضيه. وهو سيحدد هل هو مال او هو تعنيف، لكن انا اتحدث بما تقدمه السفاره من خدمات تجاه المواطنين بشكل عام، واتجاه ابننا عمر اللي يعني لجا لنا بعد يعني اعتقادهم بوجود اهمال من قبل المركز اللي يقدم له الرعايه. هم يعني ايضا اود هو اذا اهمال مصيبه، واذا تعنيف مصيبه اكبر. استاذ عبد السلام،
كل الحالتين القضاء هو الذي يقول كلمته. نعم نعم، في كل الحالتين هو القضاء هو من يحدد من المخطئ، نسبة الخطأ على من. يعني التفاصيل ندعها بعد الحكم إن شاء الله، وسوف بإذن الله نوفيكم بأي شيء جديد. لكن يعني ما يهمنا أننا الحمد لله يعني عمر عاد إلى الوطن وإلى أهله وبين أحمان والديه بسلامة، وفضل رب العالمين يعني الآن هو يعني عند أهله في خير وعافية. طيب هذا الجانب اللي يهمنا. لكن أختي الكريمة، عدم النشر في وسائل الإعلام في هذه المرحلة هو لا ينفع يعني في سير القضية. القضية الآن منظورة لدى المحاكم، والأفضل أن عدم الخوض فيها وخوض في تفاصيلها. نعم. طيب، وإحنا أكيد متأكدين كمان أنه السفارة السعودية في الخارج كالعادة ممثليات السعودية في الخارج تقوم بواجبها تجاه رعاياها في الخارج. أستاذ عبد السلام العنيز المتحدث الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، شكرا لمداخلتك معنا، وأكيد إحنا حنفضل مستمرين في التواصل معاكم ومع السيدة داليا حتى نشوف القضية. حضرته قال يوم 20 مارس راح ينطق بالحكم، وأكيد إحنا متابعين. ولكن خلينا نأخذ الموضوع ده من منظور آخر. لماذا يلجأ أولياء الأمور عندنا في السعودية إلى مراكز التوحد في الأردن؟ هل عندنا نقص في الكوادر، نقص في الدعم، نقص في الخبرة؟ أنا أشك في ذلك، بحكم أنه إحنا أصبحنا حتى السيدات والشباب في جميع المجالات مبتعثين في ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا في جميع المجالات حتى الصعبة والدقيقة والنادرة. صحيح. فهذا الموضوع كمان الملف يبغى لنا نناقش فيه، خصوصا أنه يوجد أكثر من 490 طفل توحد سعودي في مراكز الأردن، عايشين في الأردن يعني زي الطفل عمر اللي هم يبتعثوا هناك ويدخلوا مراكز المفروض أنهم يقوموا بالعناية بهم بشكل كامل. خلونا نأخذ تفاصيل أكثر عن مراكز التوحد في المملكة العربية السعودية. معنا عبر الهاتف سمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل، رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية. أهلا بك سمو الأميرة سميرة. أهلا وسهلا، وأهلا في حضورك وأهلا في المشاهدين. يعني إحنا في البداية نرحب بك ونشكرك أنك تكوني متواجدة معنا في هذا الملف المهم اللي بدوره يقودنا إلى السؤال، ليش يتوجه السعوديين لوضع أبنائهم اللي هم المتوحدين أو ذوي التوحد في مراكز الأردن في الخارج؟ أول حاجة يعني ودي بكلمة للأم عمر وأبو عمر، مهما كان يعني حنا معاكم، ومن يوم سمعت الخبر وحنا متواصلين، الجمعية متواصلة مع الملحقية ومع السفارة، وكان عندهم تجاوب وأعطونا زي ما أعطوكم تو يعني تقرير عن الموضوع، وسمو الأمير خالد ما قصر يعني مهتم في الموضوع شخصيا. ليش يعني عيالنا في الأردن؟ طبعا سبب يعني واضح، إن الطفل التوحدي على أساس يسوى له خدمة، وخاصة ما فوق 12 سنة يحتاج لكوادر ويحتاج لوقت أطول. يعني في الأردن يعطونهم التدريب من 8 إلى 10 ساعات تدريب، في المملكة العربية السعودية ما يتعدى التدريب 4 ساعات، يأخذون من الساعة 8 أو الساعة 11 ونص يكون البرنامج منتهي أو 12. ليش؟ طبعا لأن تكلفة الطفل التوحدي من 80 إلى 100 ألف ريال سعودي. فهذا اللي يخليه ما يكون فيه خدمات بالمستوى اللي تطلع لها الأسرة. يعني في الأردن أرخص؟ فالتكلفة في الأردن أرخص بتكون بكثير؟ لا مع الأسف نفس الشيء. يعني الأردن تدفع لها الدولة من 100 إلى 150، وهذا اللي حنا نطالب فيه. مزبوط. إنه يكون القطاع الخاص له دور في هذا الشيء، وأنا تدعم القطاعات الخاصة، وحتى من ناحية التأشيرات والكوادر أنها تجي تدرب السعوديين لمدة سنتين. يعني المفروض كل مركز يحب أنه يفتح للكبار أو يسوي إيواء يعطى التسهيلات والمراقبة في نفس الوقت، ويعطى الدعم، وتكون ما هي في العواصم يعني في المملكة أو في الشرقية في المدن الكبيرة، المفروض تكون في كل جميع مناطق المملكة. طبعاً. أغلب الموجودين في الأردن من حفر الباطن ومناطق مختلفة. أنا ولدي جلس 10 سنوات في الكويت. أيوة. ومعاني زي ما يعانون الأسر. أيوة. حنا نطالب ولاة الأمر ونطالب التجار بالقطاع الخاص يعني عمل يعني مراكز الدعم متخصصة. طبعا. والدعم والمساندة لهذه الفئة. أنا دائما يعني كل تقريبا سنتين أروح للأردن، وله بأول واحد يعني يعنف أو يجيه مشكلة في الأردن كثير يعني، والأخوان عارفين الشيء هذا يعني. هذه ما هي أول حالة عمر، ما هو أول حالة بيكون.
لا تعنيف. لا 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 مو مسألة تعنيف، يعني كان في مركز طلع في وسائل الإعلام ويعنف، ورحت أنا بنفسي للأمير رعد. أيوة. وقلت له إحنا ما نقدر نتدخل، الحكومة السعودية ما تقدر تتدخل، المفروض القوانين اللي في الأردن. فكان تجاوب سكر مركز الرازي. وبعدين عرفنا أن نفس الشركة حيفتحون، فكمان طالبنا بقفل المركز. إحنا نطالب الأسرة بالاهتمام بهذا الموضوع. كيف؟ الآن حطينا أونلاين، يعني الأسرة تشوف ولدها وهو يتلقى التدريب، المفروض على طول ما يعني يتمهلون يروحون يبركون بركية للسفارة أو جمعية أسر التوحد. من إحدى أهدافها المطالبة بالحقوق. إحنا ما عرفنا من الأسرة، إحنا عرفنا من الوسائل التواصل الاجتماعي، من الإعلام. فإحنا نعم. تقييمك سمو الأميرة سميرة للمراكز التأهيلية للتوحد المتواجدة في المملكة بشكل عام؟ والله شوفي زي ما أقول لك، أنا ينقصهم يعني الناس اللي فاتحة مراكز وأغلبهم بعد يعني أولياء أمور ومهتمين في القضية، ينقصهم الدعم المادي. أنا لما أجي أصرف على برنامج لطفل أكثر من اللي يعني أخذه من الدولة، معناتها أني أنا أدفع من جيبي أو خسرانة. طب ليه إحنا ما عندنا الدعم لهذه الفئة سمو الأميرة؟ يعني في نسبة أطفال توحد مرة كثير عندنا في السعودية، ليش ما هم لقينا الدعم؟ هذا اللي نطالب فيه، إن إيجاد مراكز متخصصة تدعم المملكة، تدعم أو الحكومة تدعم ب 34,000 بكل طفل. لكن ما هو كافي، وخاصة للكبار ما فوق 13 سنة، يحتاج لهم يعني ناس يكونون معهم متخصصين، يحتاج لشدو معه على طول. ففي المملكة العربية السعودية إلى الآن تنقصنا الكوادر، وإلى الآن تنقصنا الدعم المادي والمعنوي كمان. أنا لما أفتح مركز ولا أقدر أجيب خبراء ولا أقدر أجيب مختصين. أيوة، التسهيلات في الحصول على التصاريح طبعا. أي نعم، التصاريح وغير التصاريح، اللي هي التأشيرات لإيجاد كوادر لتدرب الكوادر. صح. السعودية. هذه كمان يعني مفروض لما أعطي مركز يعني ترخيص أعطيه تأشيرات لمدة سنتين 3 سنوات لحد ما تدرب الكوادر الموجودة لإيجاد برنامج متخصص، وبعدين خلاص أقفل عن هالشيء هذا. نعم. سمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل، يعني إحنا شاكرين ومقدرين لك هذه المداخلة. شكرا لكم، وسلامي لوالدة عمر، وإن شاء الله نشوفها على خير ونشوف عمر، وحابين أن نوقف معاها إن شاء الله بأي شيء تبيه. أتمنى أن يكون صوتك وصل لها. الجمعية ما وضعت إلا لهم، لأسر أطفال. صحيح. التوحد. شكرا. صحيح. لك وشكرا. شكرا لك سمو الأميرة، وإن شاء الله يكون صوتك وصل للمسؤولين وولاة الأمر. مشاهدينا احنا رح نطلع فاصل ونرجع ثاني.